برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ماما شادو. طبعا النهاردة عايزة أتكلم معاكم على موضوع يمكن بيهم كل أسرة، وهو اضطراب النمو عند الأطفال. معظم ولادنا يعني أحيانا بيكون عندهم نقص في النمو، وفي ناس كتير بتقدر مش قادرة تفرق بين قصير القامة أو الطفل اللي عنده نقص في النمو أو اضطراب في النمو. فطبعا الموضوع نقص النمو ده بيبقى بيؤدي مثلا الى حاجات كتير بتبقى باينه على الطفل، ان ممكن يبقى هو سنه مثلا 14 و16 سنه وصل لمرحله الطفوله المتاخره، وهو لسه يعني ممكن نقول لا يتعدى مثلا نص متر يعني. فازاي بيبقى ما فيش توافق بين الطول وبين العمر الزمني بتاعه. فالنهارده طبعا حبينا نتكلم مع حضراتكم على اضطراب النمو والطفل قصير القامه، والنهارده طبعا اكيد هيكون معانا دكتور متميز جدا في الموضوع ده، وهيقدر يفهمنا ازاي نقدر نفرق وازاي الام تقدر تكتشف ابنها وتشخصه من خلال العلاج المبكر لهذه الحالات. هو معانا النهارده الاستاذ الدكتور محمد عبد الحكيم المهدي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والغدد الصماء. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وشكرا خالص على الاضافه الجميله دي، ويسعدنا اكون معاكم النهارده ان شاء الله اجاوبكم على كل الاسئله باذن الله. اهلا بحضرتك دكتور، منور اسكندريه. الله يكرمك. منور طبعا انت جاينا من حته بعيده، اسيوط ولا اسكندريه؟ اسيوط. اهلا بيك يا دكتور، منور برنامج ماما شادو. الله دكتور، ازاي الام تقدر تميز او تقدر تعرف وتفرق بين ابنها لو هو عنده اضطراب في النمو او قصير القامه؟ طيب سؤال جميل. مبدئيا كده الام طبعا بتلاحظ طفلها وتلاحظ ابنها بالنسبه لقرايبه وبالنسبه لاصحابه. الموضوع ده ممكن يبدا بدري خالص من سن 3 سنين لما يبدا يتحرك. هتشوفه مثلا مقارنه بزميله في لما يدخل الحضانه مثلا، لما تشوف مثلا الصوره دايما بتبدا في الصور، لما تبقى صوره مثلا في الكلاس مثلا بتاعهم يبقى هو اقصر واحد موجود. الهدوم بتاعته ما بتقصرش عليه مثلا سنه فتانيه تطلع هدوم صيفي هي زي ما هي، الشتوي زي ما هو ما بيكبرش. مقاس ايديه ورجليه برضه نفس الفكره ما بتكبرش. بتشوف الموضوع ده، فطبعا محتاج ملاحظه وقوه ملاحظه من الام شويه، فبتبدا تركز وبتبدا تستشير طبيب اطفال في الاول، واللي هو بدوره بيحوله لحد غدد صماء وسكر. دكتور، ايه هي الاسباب اللي هي بتكون سبب رئيسي في تاخر النمو او قصير القامه برضه؟ يعني اكيد في سبب لده وسبب لده مستقل عن السبب الاخر. بالظبط. بص حضرتك، هو الاسباب كتير، واحنا عشان بس نقسمهم حاجتين كده، بنقسمهم حاجتين، اسباب مرضيه واسباب غير مرضيه. الاسباب غير المرضيه القصر القامه بصفه عامه بتبقى سبب وراثي، يعني واحد مثلا ابوه او امه او حد من قرايبه قصير، فطب ممكن يبقى قصير زيهم، فده بنسميه العامل الوراثي موجود فيه. تمام. السبب الثاني برضو اللي غير مرضي اللي هو اللي بنسميه قصر القامه البنيوي. قصر القامه البنيوي ده اللي هو بنسميه قصر القامه المؤقت. الطفل ده بيبقى هو برضه في تاريخ مرضي، في تاريخ عائلي، ان هو الطفل ده بيفضل قصير قصير قصير، ومجرد ان هو يبلغ او يعني كده بتلاقيه مره واحده جسمه طول ووصل لاقرانه وبقى اطول منهم كمان. بس ده في الحاله دي القصر القامه المؤقت ده لازم بيكون في تاريخ عائلي، يعني والده نفس الفكره كان قصير قصير قصير، ويقول لك وقت البلوغ وصل ايه؟ وصل للحاجه للطول الطبيعي، وده بنسميهم ايه؟ الغير مرضي. المرضي بقى الاسباب كتير. من ضمن اهم الاسباب طبعا احنا الهرمونات والحاجات دي بنحطها في الاخر شويه، من الاسباب الكومن او الاسباب الشائعه شويه اللي هو مثلا يكون عنده سوء تغذيه، ما بياكلش كويس، ما بياخدش الحاجات الفيتامينات والمعادن، ما بياكلش بروتين بكميات كافيه اللي هو لازم تاكل العضلات، الكالسيوم والفيتامين د والحاجات دي كلها، فسوء التغذيه برده سبب مهم. الامراض المزمنه، يعني طفل مثلا عنده فشل في الكلى او فشل في الكبد، او مثلا عنده السيلياك او حساسيه القمح، عنده سوء امتصاص، عنده حاجات مشاكل في الصدر، بياخد ادويه مثلا زي الكورتيزونات والادويه مثلا بصفه مستمره، الحاجات دي برده ممكن تعمل قصر قامه. الهرمونات اهمهم في الهرمونات، اهم من هرمون النمو وهرمون الغده الدرقيه. وكويس خالص هرمون الغده الدرقيه دلوقتي موجود في السكريننج، او اي طفل صغير لازم بياخده يعني عينه دلوقتي من كعبه عشان خاطر يطمنوا عليه. لان برده مع قصر القامه في الغده الدرقيه بالذات كان بيعمل معاه، يحصل معاه ايه؟ كان بيحصل معاه اضطرابات في الذكاء ويحصل بله وحاجات زي كده. طيب برضو هرمون النمو برضو من الحاجات المهمه جدا، وفوق برضو الغده النخاميه ممكن تاثيرها او الهايبوثالاموس برضو من ضمن الحاجات التانية اللي ممكن تعمل قصر قامة. برضو الحاجات الجينية مثلا، في أمراض جينية معينة كده زي التيرنر والترايزومي اللي هو الطفل المنغولي، برضو بيبقوا قصيرين شوية، وده احنا بنشخصهم بشكلهم بشكل حاجات كده معينة في صفات شكلية بتتميز بيها وتحليل الكروموسومات. وبرضو من ضمن الأسباب برضو اللي ممكن تعمل قصر قامة شوية اللي هو إيه برضو حضرتك، اللي هو
الحرمان النفسي، يعني مثلا الطفل مثلا اللي والده ووالدته بيتوفوا مثلا، او يقعد في ملجا او يقعد في حاجه، برضو وجد الاطفال دي بتبقى اثر شويه من اقرانهم، ودي اسباب يعني بصفه حاجه سريعه كده عن كل الاسباب اللي تقريبا تعمل تاخر نمو او قصر قامه. يعني دكتور، ازاي الدكتور بيقدر بقى، حضراتكم بتقدروا ازاي تشخصوا الطفل اللي هو عنده نقص نمو والطفل اللي هو قصير القامه؟ لان اكيد بيبقى في فرق بين الاثنين وصعب قوي ان احنا نقدر نشخص بينهم. طيب هو حضرتك السؤال ده جميل جدا. البدايه بيشخصه دكتور الاطفال اللي بيتابع معاه. يعني دكتور الاطفال اللي بيتابع معاه طبيعي ان هو المفروض الدكتور الشاطر مثلا فيهم بيعمل ايه؟ بيشوف وزن الطفل وبيشوف طوله وعنده منحنيات نمو كده موجوده عندنا المصريه بتاعتنا، بيشوفه في الحجم في الوزن الطبيعي والطول الطبيعي ولا تحت الطبيعي، محتاج انفستيجيشن ومحتاج مثلا ايه؟ محتاج شويه فحوصات او حاجه نتاكد. فدي اول نقطه. اول نقطه ان احنا بنشوف وزن الطفل ونشوف طوله، بنشوف محيط راسه، بنشوف مثلا الجزء العلوي قد ايه والطفل قد ايه، بنشوف المحيط يعني ايه، بنقيس، بنعمل قياسات كده بسيطه. دي اول نقطه. تاخد تاريخ مرضي بقى من العيله، تاريخ مرضي مثلا والده ووالدته طولهم ازاي، ونعمل زي ايه، زي متوسط كده ونشوفه. لو هو والده قصير خالص وجاي لي قد كده، فطبيعي ان الطفل يبقى كده قصير. الحاجه الثالثه ان احنا بعد ما نعمل الحاجات ناخد تاريخ يعني تاريخ مرضي كويس جدا. هل هو بياخد مثلا ادويه كتيره خالص مثلا مزمنه؟ في اطفال بتاخد كورتيزون بصفه مثلا برشام، وده اللي بيقولوا عليه مثلا ان هو ممكن يعمل قصر قام. بس اللي شفناها وشفنا حاله كانت يعني كان من ضمن الحاجات الانترستنج او الحاجات الشيقه جدا، كان الطفل عندها سورايسيس او اللي هي صدفيه، وكانت بتدهن كورتيزون بس بتدهنه لوكال يعني على موضعي. فالطبيعي الناس واي حد تروح له تقول له بتدهن موضعي، فيقول لها جرعات قليله، لكن لما تفرضه على جسمها كله كان فدي هو ده ليه جات لنا على 15 سنه قد كده، طبعا عندها قصر قامه شديد جدا كان بكورتيزون موضعي. فتاريخ المرض مهم جدا، نعرف مثلا عنده امراض مزمنه ولا لا، ناخد يعني نبقى حريصين جدا في اخذ تاريخ المرض. بعد كده الفحص بتاعه زي ما قلت لك حضرتك الطول والحاجات، وبنفحصه برده نشوف عنده اي امراض مزمنه ولا لا. بعد كده بتيجي دور الفحوصات. اول فحص بنعمله بنعمل على ايده الشمال اشعه بنشوف عمر العظم. بيبقى الطفل مثلا عنده مثلا 10 11 سنه 12 سنه، بنلاقي عمر العظم مثلا 7 8 سنين، فده بيقول لنا دي اكس راي عاديه يا دكتور؟ اكس راي عاديه. بنشوف الاسفكيشن سنتر بتاعها، مراكز التعظم، ونشوفها. دي اول حاجه بنعملها ليه. بعد كده بنشوف زي ما قلت لحضرتك بقى، بنشوف هل هو مثلا ماشي ناحيه سوء التغذيه وباين ولا لا. بنعمل سي بي سي مثلا، نشوف الانيميا، بنشوف فيتامين د، بنشوف الكالسيوم، بنشوف الحاجات دي. بعد كده مثلا بنعمل حاجات تحليل الهرمونات بتاعتنا المهمه جدا، التي اس اتش او تحليل الغده الدرقيه. ده مهم لان مع السكريننج بتاع الاطفال في برضه في بيجي على سن من 8 ل 12 سنه بيجي لبعض الاطفال التهاب مناعي في الغده الدرقيه، بتعمل بتاثر عليهم، بيبقوا ماشيين كويس خالص لغايه سن 8 سنين، وبعد 7 8 سنين كده تلاقي بدا يثبت في الطول ويجي يشكو ان هو بدا كان بيطول كويس فجاه بدا يقف في النمو. يعني برضه الغده الدرقيه مهمه جدا. بعد كده بنعمل الهرمون الغده الهرمون النمو، ومهم جدا برضه هرمون النمو لما حد بيعمله ممكن يعمل البيزا اللي هو تحليل واحد ده لا، الهرمون النمو بيتعامل بحاجه اسمها هرمون النمو التحفيزي. بناخد خمس خرائات كده بنرسمهم بكيرف، لا بياخد حاجه اسمها كلونيدين، لا بياخد حاجه اسمها انسولين. بنعمل استرس او ندخل الجسم في حاجه كده معينه بحيث ان هو نشوف ايه تحت الضغط بيفرز هرمون ولا لا، وعلى حسب الكيرف اللي بيعمله بنقول في هرمون نمو ناقص او لا، وده كده بنشخص مثلا معظم الحالات بتاعت قصر القامه. طب هل يا دكتور في اكلات معينه بتزود النمو او بتزود طول الطفل؟ هو زي ما قلت لحضرتك سوء التغذيه ده من ضمن الاسباب. فالطبيعي ان الطفل ياكل بالانسد فود او ياكل غذاء متوازن، والطفل برضو الحاجات الحلويات والحاجات اللي فيها مواد حافظه برضو لو قللها تبقى هي بحيث ان هي دي بتسد نفسه وتقلل شهيته. طيب الاكلات مفيش اكلات معينه نقول مثلا لو حد خدها وهو طبيعي يعني الصبغه الوراثيه بتاعته قصيره لو خدها هيطول، دي مش منطقيه. بس اللي بيحصل ايه بقى؟ ان لو هو الصبغه الوراثيه بتاعته ان هو لا المفروض يطول، يعني المفروض هو والده طويل والدته طويله وهو المفروض يطول، بس في اكلات معينه لو ما اكلهاش هيقصر، هيبقى في سوء تغذيه والطفل ده هيبقى قصير عن المفروض يوصل له. الاكلات دي بتبقى هي الاكلات اللي هي الغنيه بالبروتين والفيتامين دي والكالسيوم. طبعا الكالسيوم لما نيجي نذكر الكالسيوم يبقى منتجات الالبان كلها والزبادي والحاجات دي كلها مهمه جدا 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 عشان الكالسيوم هيطول، محتاج كالسيوم يترسب في العظم عشان يطول. الفيتامين د طبعا موجود بكثره في البيض، وموجود طبعا لازم يعرض جلده للشمس والحاجات دي كلها. الاسماك والبروتين بصفه عامه، بس يستحسن الاسماك لان هو بروتين خفيف، وطبعا الهرمون النمو ده بروتين فمتدخل من ضمن تكوين البروتين، فلازم ياكل بروتين متوازن. الخضروات والفاكهه مهمه جدا 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 لان الخضروات والفاكهه فيها ايه؟ فيها زنك وفيها حديد، الاثنين دول مهمين جدا برضو نمو العظم.
برضو يعني في دراسات بتقول الفول والحاجات دي برضو ان هو بروتين وان هو برضو بيحفز هرمون النمو، وكويس انه موجود في كل حته وللفقراء والغنية، فدي حاجه كويسه جدا. دي الاطعمه اللي بتحفز النمو او يعني بتزود النمو في الاطفال، او نقصها بيأثر على النمو بصراحه. طب اهم سؤال بقى يا دكتور، ايه هو العلاج المناسب علشان ان احنا نقدر يعني نوقف تاخر النمو او توقف النمو، وهل فعلا هو عليه علاج هرموني ولا لا؟ بص حضرتك، السؤال ده اجابته تتلخص في اول حاجه، في اي حاجه في الطب زي طالما حاجه ليها اسباب بعالج الاسباب، يعني في اي حاجه ليها اسباب يبقى لازم نعالج الاسباب بتاعتها. طبعا لو في حاجه سوء تغذيه لازم ياكل اكل كويس، احنا اهم حاجه التشخيص، فنشخص سبب، شخص سبب سوء تغذيه لازم ياكل كويس. طيب شخصنا وراء امراض مزمنه حاجات مثلا معينه بنحاول نعالجها، بنحاول بعد عن الادويه اللي ممكن تاثر على النمو، فعلاج السبب دي اهم حاجه. طبعا بعد كده نيجي مثلا لهرمون الغده الدرقيه، لو كان ناقص بنعوضه بالالتروكسين، بنعوض بهرمون الغده الدرقيه. وسؤال حضرتك اكيد برضو بتسالي على الجروث هرمون او هرمون النمو، كل يوم ده يا دكتور كحقن يعني او حاجه؟ هرمون الغده الدرقيه بتاخد كبرشام، برشامه بتاخد كل يوم الصبح. دي بتتاخد لهرمون النمو. هرمون النمو بتاخد حقن للاسف، يعني زي الانسولين كده. كل يوم؟ كل معظم ايام الاسبوع يعني. لمده كام سنه يا دكتور؟ لا بياخده حسب حالته، حسب حالته وحسب الجرعه اللي هو محتاجها وحسب طول هو جاي لامتى، يعني هو لو جاي صغير ولا جاي كبير، يعني هي الجرعه نفسها ليها حسبه صغيره كده بنحسبها. طيب هو هرمون النمو لازم يتاخد ويكون ليه داعي. بيبتدي من امتى بقى يا دكتور السن؟ لما يشكي الطفل. هو الفكره ممكن يشكي الطفل من 3 سنين. يعني الام هي اللي هتلاحظ ان هو في مشكله عنده. طبعا هو من 3 سنين ممكن لما يبدا يمشي ويبدا يبقى ليه اصحاب او يبقى يعني ايه هي معاه، ممكن يشكي من ساعتها. وساعتها احنا شخصنا في نقص في الهرمون، يعني في نقص في افراز هرمون الغده الدرقيه، هرمون النمو، نديه من ساعتها. وطبعا كل ما يكون سنه صغير كل ما يكون احسن. استجابه العظم بتبقى سريعه، الطفل نفسه بيبقى قدامه وقت، لان هرمون النمو نفسه محتاج وقت عشان خاطر ايه عشان خاطر يشتغل. يعني هو ده العلاج يا دكتور اللي هو الاسره بيجيب نتائج هايله خالص، اللي هو يتلخص في ايه بقى سريعا؟ علاج السبب، اكل متوازن، تمام. لو كان في نقص في الغده الدرقيه ياخد لازم العلاج، عشان ده مهم جدا جدا. نقص في هرمون النمو لازم ياخد الهرمون النمو زي ما الجرعه اللي بيقولها الدكتور بانتظام، هيلاقي نفسه في ان شاء الله الحاجات دي كلها راحت، وبيجيب نتائج هايله جدا وبيوصل له سن الطبيعي. يمكن اشهر مثال لاعب الكوره ميسي، طبعا اشهر لاعب في العالم، كان عنده هرمون نمو ناقص وخده ووصل يعني طول طبيعي تقريبا وبقى زي الفل. والله يا دكتور احنا استمتعنا جدا طبعا بلقاء حضرتك. انا سعيد جدا بحضرتك. في نهايه الفقره بشكر حضرتك وان شاء الله تكون معانا في حلقات ثانيه جديده، وفرصه سعيده جدا ان احنا شفنا حضرتك. الله يخليك يا فندم، شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا. نلتقي بعد الفاصل فقره ثانيه ان شاء الله.